محليا دائما وفي الشأن الأمني. وبعد عديد الشكاوي المقدمة من طرف أصحاب الشاحنات، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسور الغزلان بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني لبودربالة من وضع حد لمجموعة إجرامية مختصة في سرقة لواحق مركبات الوزن الثقيل كانت تنشط بين ولايتي البويرة والجزائر العاصمة. التصريحات في ميكروفون مراسلنا من البويرة عبد الحميد دواجي. توقيف مجموعة إجرامية تنشط في مجال سرقة توابع المركبات، حيث كانت تستهدف ضحاياها من خلال ترصد لأصحاب مركبات الوزن الثقيل المركونة على حافة الطرقات أو بداخل الأحياء الشعبية لارتكاب أفعالها خلال الليل. المجموعة تتكون من 3 مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة، كانت تنشط بين ولاية البويرة والجزائر العاصمة بالتنسيق مع النيابة المحلية في إطار أذونات بتمديد الاختصاص. تمكنت مصالحنا من استرجاع 14 بطارية من مختلف الأحجام والعلامات التجارية مع حجز سيارة سياحية كانت تستعملها المجموعة في تحركاتها وكذا نقل المسروقات، بالإضافة إلى الأدوات المستعملة في نزع البطاريات من المركبات وكذا الألبسة المستعملة من طرف أعضاء المجموعة للتمويه خلال الفترات الليلية مع حجز مبلغ مالي الذي يعتبر من عائدات بيع المسروقات يقدر ب 54 ألف